أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأن بطولة البحرين حققت أسرع زمن في بطولات الرجل الحديدي وذلك عبر المتسابق النرويجي كريستيان الذي فاز بلقب المحترفين بزمن قدره 3 ساعات و28 دقيقة و4 ثوان. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين باستضافة البطولة دلالة واضحة على أن المملكة قادرة على استضافة كافة الفعاليات العالمية وإخراجها بأفضل مستوى تنظيمي في ظل الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الحضور الجماهيري الكبير ساهم بنجاح البطولة وهو تأكيد على أن الشارع الرياضي البحريني أصبح أكثر اهتماما برياضة الترايثلون والتي حرصنا من خلالها على دعم وتوفير أفضل الخدمات لجذب الجماهير البحرينية مشيرا سموه إلى أن البطولة كانت علامة مميزة للترويج لمملكة البحرين. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود اللجنة المنظمة التي عملت بكل جهد ومثابرة طوال الفترة الماضية لإخراج البطولة بصورة تنظيمية تليق بسمعة المملكة باستضافتها شتى البطولات العالمية. وأعرب سموه عن سعادته للأجواء الجميلة التي عاشتها المملكة ومعايشته الشخصية للبطولة وذلك للمرة الأولى بعد أن كان مشاركا في السباقات السابقة مشيدا سموه بكافة الجوانب التنظيمية والفنية التي جاءت مميزة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مقدمة مستقبلي الأبطال وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في سباق الرجل الحديدي للرجال والسيدات وقدم سموه التهانية للفائزين وأشاد بمستوياتهم الكبيرة التي قدموها. وحرص سموه على متابعة المشاركين في سباقات السباحة والدراجات والجري حيث كان سموه متابعا لكافة الفرق وبالأخص الفريق البحريني وفريق بحرين إنديرنيونس 13 وآزر سموه المشاركين وشجعهم للوصول إلى خط النهاية حيث كان لوجود سموه دافع كبير للمشاركين بإنهاء السباق. وتوج سموه أبطال بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للرجال والسيدات وشاركه في التتويج وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد عبد الرحمن عسكر. هذا وقد شارك عدد كبير من المتسابقين من مملكة البحرين ودول الخليج العربي والدول العربية ودول العالم. مبارك لجلالة الملك، مبارك مملكة البحرين اولا على تحطيم الرقم القياسي العالمي اسرع هاف ايرون مان في العالم 3 ساعات 29 دقيقة، وهذا بحد ذاته يعني اولا ان البحرين منطقة او سباق حق اي متشارك او اي متسابق يريد انه يكسر ارقامه والحواجز اللي هو يبغيها، مكان انك انت تأدي سباقات افضل وانك تأدي سباق اسرع، واليوم حققوها الابطال. طول عمر تحولت اليوم إلى متابع للسباق، شو اللي لاحظته من خلال التنظيم والمستويات الفنية؟ أول مرة أكون طبعا متابع في سباق، هذه الأجواء أول مرة أحضرها، الحمد لله قعدت أطالع كل الأمور الفنية، يعني السباق والله الحمد متكامل، وقاعدين نعمل على تحسين هذا السباق، نعمل على تحسين بعض الأمور البسيطة، لكنه عموما يعني تقييمي للسباق نجاح ولله الحمد.
منافسات اليوم الختامي كانت مشتعلة بين المتسابقين الذين تنافسوا وبكل روح رياضية لحصد لقب بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي. أكثر من 3000 متسابق يمثلون 84 دولة عبروا مسارات مملكة البحرين وتعرفوا على معالمها الجذابة وتراثها الغني خلال هذه البطولة التي أعطتهم لمحة غنية عن المملكة وشعبها، وساهمت في وضع مملكة البحرين في دائرة الأضواء الرياضية، حيث شخصت الأنظار في هذا اليوم واتجهت إلى مملكة البحرين. فمن السباحة إلى الدراجات والجري عبر المتسابقين كل هذه المحطات للوصول إلى هدفهم، وهو التقلد بالذهب في بطولة الشرق الأوسط الذي كان يشهدها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ويرتقب المتسابقين عند كل خط نهاية ليشجعهم على المواصلة وتحقيق الهدف. خليج البحرين شهد هذا الحدث العالمي مع عدد كبير من الجماهير وعشاق رياضة الرجل الحديدي، حيث جذبت المنافسات المفتوحة عددا كبيرا من المتابعين والمحللين لهذه الرياضة التي باتت واحدة من أهم الرياضات في العالم. صراحة اليوم كان يوم جدا رائع وجميل، والتنظيم كان جدا ممتاز، ونشكر الشيخ وجميع اللي كانوا قائمين على السباق هذا، والتنظيم كان جدا رائع ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. والله المسابقة كانت حلوة، خصوصا أن هالمرة شاركوا فيها أعداد أكثر من كل مرة، ووجود سمو الشيخ ناصر شيء مو جديد، طبعا هو الداعم الأول حق الرياضة، وهاي يعطينا دفعة معنوية أن إحنا يعني نبذل قصار جهدنا عشان نحاول أن ننافس في البطولة. المشاركة وايد زينة، وحضور الجمهور يساعد في دعم اللاعب عشان يصير أسرع ويوصل حق خط النهاية، وأشكر سمو الشيخ ناصر على هاي السباق. صراحة تنظيم ممتاز، المسار السباحة وايد منظم وواضح، وساعدنا الحمد لله، الجو كان وايد ممتاز. تزينت المملكة اليوم بالمشاركين الذين أتوا من مختلف دول العالم وشاركوا في هذه البطولة التي وضعتهم أمام اختبار حقيقي لقدراتهم وسرعتهم وتحملهم، وأثبتوا مهاراتهم الخفية في توزيع الجهد على جميع المراحل. إمكانيات عالية الجودة أثبتتها مملكة البحرين من خلال احتضان هذه البطولة العالمية التي ضمت العديد من الأبطال والمشاركين العالميين، ووضعت البحرين في موعد مع جماهير من مختلف دول العالم للالتقاء والتعرف على المملكة عن قرب، ومن خلال الجانب الرياضي الذي سيعرفهم على جميع الجوانب.